إذن يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين والصحفيين وعائلاتهم في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، برغم اعتبار الاستهداف المتعمد للصحفيين والمدنيين جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي. يعني سياسة الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصحفيين خاصة في الشهر 9 من الحرب، لازلنا نتحدث عن 158 شهيدا، واليوم يرتقي 5 من الشهداء من الصحفيين، هؤلاء الذين سطروا بدمائهم الصورة والقلم والمشاهد التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بالمجازر على أبناء شعبنا الفلسطيني. هذه دليل واضح على أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول طمس الحقيقة الفلسطينية وحقيقة المجازر التي يرتكبها الاحتلال. أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين وعائلاتهم هي سياسة مجنونة لا زال يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في ظل هذه الأزمة الكبيرة التي يمر بها قطاع غزة، خاصة أننا نمر بعدد كبير من الشهور في هذه الحرب، ولازلنا حتى هذه اللحظة ولازال الصحفي الفلسطيني حتى هذه اللحظة مستمر في عطائه، مستمر في تغطيته، حتى أن هذه الأيام هي أيام ثقالة على كل الصحفيين في ظل استمرار الحصار الكبير والمطبق على هؤلاء الصحفيين الذين يقومون بتغطية الأحداث، خاصة في ظل الاستهدافات الأخيرة المركزة، استهدافات المنازل، كل ذلك يعرض الصحفي الفلسطيني للخطر المدقع، مما يؤدي قد يؤدي ذلك إلى إنهاء حياته إلى الأبد في ظل استمرار سياسة الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الصحفيين وعائلاتهم، والتركيز الواضح في هذه الأيام على هؤلاء الصحفيين. في اليوم 75 بعد 200 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بشكل كامل وبشكل واضح وصريح الصحفيين. قضى أكثر من 158 شهيد زميل صحفي خلال تغطيتنا لهذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. عهدنا إلى زملائنا الصحفيين أن التغطية ستبقى مستمرة حتى آخر نفس في تغطية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. يعني من الواضح أنه إسرائيل بتستهدف الصحفيين بشكل ممنهج، بتستهدفهم في مكاتبهم الإعلامية، بتستهدفهم في بيوتهم هم وعائلاتهم. يعني تقريبا 158 شهيد من بداية الحرب من الصحفيين. من الواضح أنه إسرائيل لا تريد أن الصورة العالم يشوفها صورة الإبادة اللي بتمارسها على الأرض في قطاع غزة ضد المدنيين الأبرياء. الصحفيين طبعا وظيفتهم ينقل الصورة للعالم، إسرائيل هذا لا يرق لها. منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان الصحفيون أهدافا للاحتلال الإسرائيلي، حيث قتل الاحتلال أكثر من 158 صحفيا خلال هذه الحرب. الاحتلال يريد الصورة أن تخرج أو الكلمة أيضا، فكان الصحفيون أماكن استهداف وقتل الاحتلال. محمد سليمان، يمن، شباب غزة، فلسطين.